أهلا بكم. هذا المبنى هو أول مقر للجمعية الوطنية الكبرى في تركيا أو البرلمان، شيد عام 1915 هنا في أنقرة في ميدان أولس تحديدا. يتميز هذا المبنى كونه من أكثر المباني تميزا في البلاد لأنه صمم على الطراز المعماري التركي بنقوش وزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية. هذه الهيئة الوحيدة كانت تتمتع بالصلاحيات التشريعية بموجب الدستور التركي، والتي تأسست في أنقرة عام 1920 23 من إبريل في خضم حرب الاستقلال. المبنى واصل ليصبح مقر لحزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الذي أسس تركيا الحديثة العلمانية وألغى الخلافة العثمانية، طبعا بأوامر من مصطفى كمال باشا المعروف بأتاتورك والتي تعني أبو الأتراك. وأتاتورك كان أول رئيس لهذا الحزب، وهو اليوم الحزب المعارض لأردوغان منذ العام 2010، ويترأسه كليشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية، والتي انتقل الآن في الانتخابات إلى الجولة الثانية مع منافسه أردوغان.